إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الصلاة يا عباد الله تجارة رابحة وقرة عين وراحة ونور ونجاة وبرهان يوم القيامة. خير أعمالكم الصلاة، وعمود الإسلام الصلاة، وباب المغفرة العظيم الصلاة، وآخر ما يفقد من الدين الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، برئت ذمة الله ممن تعمد ترك صلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأحرى الوجوه بتنعم برؤية الله في الآخرة وجوه لا تغلب على الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بالصلاة. عمار بيوت الله بالصلاة هم الرجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أثمن خطوات يخطوها العبد في حياته هي خطواته إلى بيوت الله لأداء الصلاة. من لم يشهدها في المساجد جماعة عده الصحابة منافقا معلوم النفاق، بل هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عنها في المساجد بالنار، بل لم يرخص لأعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد أن يصلي في بيته ما دام يسمع النداء للصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ما جنى والد على أولاده بمثل إهمالهم في شأن الصلاة. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة. والطمأنينة الطمأنينة عباد الله، رحم الله من قال: إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من أنت في بيته وبين يديه. وتذكر ما ثبت: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لأنه سارق لا يتم ركوعها ولا سجودها. لقد كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة، حتى ما أبان بها لسانه، فهي عمود الدين فاحفظنها. فإن أول السؤال عنها: قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها، وحينما حلت به الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، فإذا ألم كساد كل تجارة فهي التجارة ربحها مضمون، وقد ربحت تجارة من بها كانت تجارته.